تعالوا نشوف مقادير البامية الصفر. معايا بامية، سواء بقى انتوا هتجيبوها مخزنينها، هتشتروها فروزن، يعني دي بتاعتكم انتوا بقى. معانا بصلة مفرومة، ثوم مفروم، سمنة ومية مغلية. حتى هتلاقوا المقادير بسيطة. ليه؟ دايما اقول لكم زمان ما كانش في حاجة اسمها توابل، هو ملح وفلفل وكمون وكزبرة، كانش في حاجة اسمها اضافات للأكلة غير التوابل البسيطة اللي موجودة عندنا. فبما انها أكلة قديمة فأكيد لازم تبقى أكلة بسيطة. طب تعالوا نشوف المقادير، بقية المقادير يعني هنعملها طشة. طشة زي طشة الملوخية بالظبط. الأكلة دي أو الوصفة دي مش بيبقى معاها صوص كتير، يعني مش بتبقى عايمة كده زي البامية بتاعتنا، بتبقى يعني الصوص سميك أو تقيل شوية من اللزوجة بتاعت البامية. فهي وصفة حلوة جدا. مش عارفة بقى البامية الصفرا ده الاسم الدارج للكل ولا هي ليها اسم تاني، برضو واحنا ايه شغالين كده قولولي، سواء بقى على الفيسبوك او انستجرام او اي منصه موجوده عليها سفره، او حبايبي طبعا اللي بيتواصلوا معايا عن طريق ارقام التليفونات اللي بتظهر خلال الحلقه. هنعمل ايه بقى؟ بصوا واحده واحده كده هنمشي مع بعض وهتاكلوا شويه باميه حكايه، يعني طعمها بقى حلو جدا جدا ومختلفه عن التقليدي. طيب تعالوا كده نسمي بالله ونشوف هنعمل ايه. معايا حته سمنه كده حلوه، بما ان الحله سخنه قوي هنزل بالبصله ونجيب ايه حاجه بس نمسك بيها. نمسكها كويس. انا عايزه اصفر البصلايه، مش عايزه احرقها يعني او اكمعها جنب، بس عايزه اديها سنه لون بسيط قوي. مش هنزل بالثوم طبعا دلوقتي، اول ما ريحه الكزبره تطلع عندي على طول هروح مكمله بالباميه. يعني دي تشويحه حلوه بقى، تشويحه محترمه كده. طيب انا بس هزود الميه، شوحناها كويس والريحه يعني تحفة. طيب شوفوا انا زودت المية قد ايه. حاضر، يدوبك يدوبك غطت وش البامية، يعني البامية عندي مش عايمة في صوص كتير، انا عايزاها لسه لما تستوي تتقل شوية. وانا بقى بعديها في الاخر خالص هشوف هل محتاجة شوية مية ولا امان بالنسبة لي، ده هنشوفه مع بعض. والله بقى عايزين ان انتوا تدوها ضربة كده بالهاند بلندر او بالمفرك لو موجود ممكن برضه، بس انا مش هعمل ده، هي مش بتتعمل كده، بس لو انتوا حابين ممكن برضه ما عنديش مشكلة.